بعد غياب 8 سنوات دبت الحياة مجدداً في خشبات مسارح الرقة، واستهدفت العروض الأولى الأطفال خصوصاً لتعويضهم عن سنوات الجفاف وغياب البسمة عن حياتهم. أشعر بأن أوراقي قد بدأت تذبل، كنت حمقى حين تركت أرضي. قدم مجموعة من المسرحيين والهواة عرضاً بعنوان الأرض والنهر في مركز الرقة للثقافة والفنون، متناولين معاني الأرض ومدى ارتباط الرقاوي بأرضه وفراته. اسمنا المسرحية باختصار يعني النهر، تحكي عن النبتة، أنه الإنسان لازم ما يتخلى عن أرضه مهما كان. وانطلقنا بهالمشروع مبادرة يعني بعد الأحداث صارت بالرقة والدمار وكذا، وهاي عدم المسرح بالرقة خالص، وإن شاء الله راح نرجع ونبنيه من أول وجديد. بدأت فرقة حكوات الفرات أول عروضها في الرقة من حديقة الرشيد في آب الماضي، وحضر العرض أكثر من 400 شخص معظمهم من الأطفال والنساء. أما العرض الثاني فكان في المركز الثقافي بمدينة طبقة بحضور أكثر من 150 شخصاً، وقدمت الفرقة عرضين آخرين في الأسبوع الأخير من شهر آب. طبعاً نحن في برنامج ومشروع حكوات الفرات، هذا البرنامج وهذا المشروع سيستمر طويلاً لمدة سنة تقريباً، يعني يتضمن هذا البرنامج عروض مسرحية للأطفال، وأيضاً عروض مسرحية موجهة للنساء، وأيضاً عروض مسرحية للمجتمع بشكل عام للناس يعني. ويهدف الحراك المسرحي الراهن إلى إيصال رسالة للعالم مفادها أن أهالي الرقة ودير الزور قادرون على النهوض بمدنهم وبلداتهم المدمرة وأحياء التراث الثقافي والإنساني.